إذا حبيت يا ابني إنك تكون سعيد، اتعلم تتحكم في شعورك، اتعلم تتحكم في تقديراتك، وده يا ابني مفتاح السعادة. الأحاسيس بتتغير كتير زي تقلبات الجو، وبسرعة زي قطر الملاهي اللي بيطلع وينزل في الهواء. يوم تصبح الصبح وتغني تحت الدش وتتألق في لبسك، وأثناء ما أنت سايق من الشغل لو حد كسر عليك بسيارته ببساطة بتسيبه يعدي، وبتصبح الجميع في الشغل وتتمنى لهم يوم سعيد. ليه كل ده؟ ما تعرفش، أنت بس حاسس بسعادة. اليوم التاني تصحى الصبح متأخر لأنك نسيت تظبط المنبه، وتجري حوالين نفسك زي الفرخة الدايخة، ويتلخبط كيانك زي ما يكون بيتكم في حريقة، وما تغنيش تحت الدش، وتلبس بسرعة، ولو حد حاول يعديك بسيارته ما بتسمحلوش، وتلزق في السيارة اللي قدامك وما بتديلوش أي فرصة يعديك. ليه؟ هو كده مش هيعدي. وتوصل الشغل متنرفز، ولو حد قال لك صباح الخير تقول له سيبني في حالي، هو الخير هيجي منين؟ زي ما أنت شايف الأحاسيس دايما في تقلب زي الجو. الآن هل أنت واحد من الناس اللي بيسمحوا للظروف تأثر على أحاسيسهم؟ فكر فيها. مرة كنت بدي محاضرة عن سيكولوجية القيادة لمجموعة من الشركات، فقام واحد من المديرين وقال أنا عارف أسلوبي في القيادة، أنا لسه راجع من إنجلترا بعد ما قضيت أسبوع في دراسة القيادة. قلت له ده كلام فارغ، وغيرت الموضوع. بعد دقايق سألته إيه إحساسك دلوقتي؟ قال طبعا متضايق. سألته إيه السبب؟ فقال أنت أهنتني. قلت له هل أنا فعلا أهنتك ولا أنت اللي فهمت كده؟ هل أنا أمرتك إنك تحس بكده ولا ده قرارك؟ لو رجعت لمكتبك دلوقتي بالأحاسيس السلبية دي إزاي هتتصرف؟ فكان رده ما أعرفش، ولكن أفضل لكل واحد الفترة. فقلت له شايف، فأقل من دقيقة وبجملة واحدة بس قدرت أثر على أحاسيسك. ده معناه إن القيادة مش بس أسلوب، لكنها طريقة متكاملة في الحياة، تبدأ بالسيادة على النفس والتحكم في العواطف وطبعا حالتك الذهنية. فبدأ يضحك. بس خليني أسألك سؤال، لما مديرك بيصبح عليك بابتسامة حلوة هل ده بيأثر على إحساسك؟ طيب لو حصل عكس وما صبحش عليك خالص هل ده هيأثر على إحساسك؟ وأكد لك إنها هتأثر. عندي لك سؤال تاني، لو عزمت ناس على العشاء وحجزت لهم في مطعم وكان كل شيء ماشي تمام، ولكن لما وصلت المطعم اكتشفت إن الحجز بتاعك اتلغى، هل ده هيأثر على إحساسك؟ وبعدين مدير المطعم قدر يدبر لك مكان ولكن الجرسون كان قليل الذوق، هل ده هيأثر على إحساسك؟ وبعدين الجرسون يقدم لك طبقك المفضل ولكن تكتشف إن طعمه غريب، هذا هيأثر على إحساسك؟ شايف؟ أي حاجة بتحصل لنا بيكون لها تأثير على أحاسيسنا. بتدوق حاجة وبتأثر على أحاسيسك، بتشم حاجة وبتأثر على أحاسيسك، بتشوف حاجة وبتأثر على أحاسيسك، بتسمع حاجة وبتأثر على أحاسيسك. في محاضراتي عن سيادة الذات بسمع تعليقات مختلفة من الناس، زي مثلا أنت سهل عليك تقول أشعر بالسعادة لأنك مش في مكاني ومش عايش مع عائلتي، أو إذا اشتريت سيارة حلوة هشعر بالسعادة، أو إذا اشتريت شقة هشعر بالسعادة، أو إذا قللت وزني هشعر بالسعادة، أو إذا كان عندي شغلي الخاص هشعر بالسعادة. واحدة قالت لو زوجي بطل يشخر وهو نايم هشعر بالسعادة. علشان كل واحد من الناس دول يشعر بالسعادة منتظر إن شيء معين يحصل له. بمعنى آخر كل واحد منهم بيقول إنه هيكون تعيس ومش هيشعر بالسعادة إلا إذا حصل اللي هو عايزه. يعني معتقدين إن اقتناء شيء معين هيكون سبب شعورهم بالارتياح والسعادة. دكتور ريتشارد باندلر قال في كتابه غير فكرك لمجرد التغيير، بعض الناس بيظنوا ان الشعور بالسعاده هو نتيجه النجاح، فاهمين الموضوع بالعكس، لان النجاح هو نتيجه الشعور بالسعاده. فهل انت واحد من الناس دول اللي منتظر حاجه معينه تحصل او شخص معين يخليك تشعر بالارتياح والسعاده؟ هل حصل انك في مره كنت عايز حاجه بشده ولما حصلت عليها قلت لنفسك هو ده بس؟ كلنا كنا ضحايا للشعور بالضيق في وقت ما في حياتنا، ومساجين للعواطف السلبيه، وهي ممكن تكون في صوره خوف، حزن او الم. في ناس بتحاول تهرب من مشاكلها بالمخدرات او شرب الخمور او التدخين او الشراهه في الاكل او لعب القمار او حتى مشاهده التلفزيون لفترات طويله. للاسف العادات السلبيه دي بتسبب ضرر اكتر، وبتسلب من الانسان مقدرته على الشعور، وبتديله مهرب مؤقت، ولكن اثرها على المدى الطويل سيء جدا. والان مش حان الوقت اننا نحرر نفسنا من العواطف السلبيه والعادات السلبيه؟ مش حان الوقت عشان نفك القيود ونبطل نبكي على الماضي؟ مش حان الوقت اننا نسيطر على عواطفنا وما نسمحش لاي انسان او اي شيء يملي علينا ويختار لنا احساساتنا؟ ده موضوعنا في الفقره دي. خلينا نبدا نفهم السببين الرئيسيين اللي بيتحكموا في العواطف. بناء على كلام سيجموند فرويد، اول سبب للعواطف هو الحب والرغبه، والسبب الثاني هو الخوف والفقدان. السبب الاول مرتبط بالمتعه والسرور، يدفع الانسان للتحرك تجاه رغباته، والسبب الثاني مرتبط بالالم، ويدفع الانسان للابتعاد عن مصدر الالم. وتختلف مصادر العواطف من شخص للتاني،
وبتتحدد حسب طريقة تفكيرنا وتفسيرنا للأشياء ومفهومنا ورؤيتنا للمواقف. فمثلا شخص عنده رغبة شديدة للتدخين هيربط المتعة بأنه يتناول السيجارة ويتجه للتدخين. واحد تاني ممكن يربط الألم بعلاقة معينة فيميل ينهي العلاقة دي ويبعد عنها. وفي كلتا الحالتين العواطف مبنية على أساس إزاي الشخص بيشوف الموقف والأفكار اللي بيحطها في ذهنه. رؤيتك لأي موقف هي اللي بتحدد نوعية حياتك. أبراهام لينكولن قال: يكون المرء سعيدا بمقدار الدرجة التي يقرر أن يكون عليها من السعادة. إذا ربطت ذهنك بأفكار سعيدة هتحصل على إحساسات سعيدة، والعكس بالعكس كله يرجع لك، لأن مفيش أي إنسان ممكن يخليك تشعر بالنقص بدون رضاك. وفي الواقع لا أي إنسان ولا أي ظرف ممكن يجبرك على الإحساس بأي شيء بدون وافقتك. أنت أبطان سفينتك والحارس على عواطفك. العواطف زي الأسانسير تطلع وتنزل، ولكن أنت المتحكم فيها. الطريقة اللي بتنظر بيها لأي موقف هي اللي هتسبب لك إما السعادة أو التعاسة. فالمرة الجاية اللي تشعر فيها بعواطف سلبية اسأل نفسك: هل العاطفة دي مفيدة ولا مضرة؟ هل بتساعدني على التقدم وتحقيق أهدافي؟ فإذا كانت الإجابة بالنفي استعمل اللي أنا بسميه قانون التلاتة: 1- لاحظها، 2- الغيها، 3- استبدلها بأنك تتصرف فيها فورا. ملاحظة أنك بتمر بعواطف سلبية وبسؤالك لنفسك الأسئلة المناسبة هيساعدك على استبدالها. فلما تشعر أنك متضايق اسأل نفسك: ليه أنا حاسس بالضيق؟ بمجرد ما تعرف السبب اسأل نفسك: أنا عايز أحس بإيه؟ وإزاي ممكن أغير إحساسي؟ وبعدين اتحرك في اتجاه الأحاسيس اللي بتشعرك بالسعادة. الآن أقدم لك المبادئ الأربعة للسعادة. أول مبدأ للسعادة هو الهدوء النفسي الداخلي. لما يكون كيانك الداخلي في سلام ومتصل بذاتك الحقيقية وابتعد عن الأنا السلبية وقيودها، ولما تخلي قوة الحب تملأ قلبك وروحك، كيانك الداخلي هيخلي مقاومتك شديدة ضد أي تأثيرات وأحداث العالم الخارجي، وهتنام بالليل نوم عميق هادي بصرف النظر عن الأحداث اللي مرت عليك خلال اليوم. تاني مبدأ للسعادة هو الصحة السليمة والطاقة. للأسف الصحة والطاقة هما آخر حاجة بنهتم بيها. ناس كتير بتدخن وتاكل بجنون وتشرب قهوة زيادة عن اللزوم، ونادرا ما مارسوا أي رياضة. فقط لما مصيبة تحصل في حياتهم يبدأوا يفهموا قيمة الصحة والطاقة. الطريقة اللي بتبرمج بيها عقلك، الطريقة اللي بتاكل بيها، ومدى مداومتك على الرياضة بتأثر على صحتك وعلى مستوى طاقتك. لما تكون في صحة ممتازة وطاقتك عالية هتكون متحمس أكتر وهتشعر بكيانك وهتكون أكتر سعادة. ثالث مبدأ للسعادة هو الحب والعلاقات. لما تكون علاقاتك بالآخرين طيبة، ولما تكون على علاقة حب مع شخص بتشعر فعلا إنه مهتم بيك وبيشعرك إنه محتاج لك، هتكون أكتر سعادة. رابع مبدأ للسعادة هو تحقيق الذات. لما يكون عندك هدف ذو قيمة وأنت متحمس له هتلاقي نفسك بتعمل لتحقيقه، وهتكون مليان بالحماس، وشعورك تجاه نفسك وتجاه مقدرتك على النجاح هيكون إيجابي. هتحقق أهدافك وهتكون عندك ثقة لما ترسم طموحات وأهداف جديدة. هتشعر بأنك ليك تأثير واضح في الحياة وهتكون أكتر سعادة. المبادئ الأربعة دي هم مصادر السعادة والعواطف الإيجابية، والضعف في أي مجال منهم ممكن يكون السبب في الألم والعواطف السلبية. والآن أقول لك إزاي ممكن تحول الأحاسيس السلبية إلى أحاسيس إيجابية في الحال. في ثلاث قواعد رئيسية ممكن تساعدك إنك تتحكم في الأحاسيس السلبية وتغيرها. القاعدة الأولى تحركات الجسم. الطريقة اللي بتحرك بيها جسمك بتأثر على ذهنك وعلى أحاسيسك. تاني شيء ممكن يساعدك على التحكم في أحاسيسك هو تعبيرات الوجه. هل فاكر إحنا قلنا عندك كم عضلة في وشك؟ 80. كل عضلة متصلة بجزء معين في المخ، لذلك لو أنت سعيد بتبتسم، ولو أنت مبسوط بتضحك، ولو أنت متضايق هتكشر. بتغيير تعبيرات الوجه تقدر تغير أحاسيسك. تعال نجرب حاجة. ارسم ابتسامة على وشك. إيه إحساسك وأنت بتبتسم؟ دلوقتي كشر وارسم نظرة غضب على وشك. إيه إحساسك؟ فالمرة الجاية لو واجهتك أي مشكلة ارسم ابتسامة على وشك. أنا عارف إن ده أحيانا مش سهل، ولكن اعمل كده على أي حال، مثلها لغاية ما تتقنها. تالت شيء ممكن يساعدك على التحكم في شعورك هو التمثيل الداخلي. في أي حاجة بتعملها دايما بتستعمل حواسك الخمسة. فالطريقة اللي بتشوف بيها وتسمع بيها وتستطعم بيها وتشم بيها وتحس بيها أي شيء بتؤثر على أحاسيسك. والطريقة اللي بتعيش بيها أي تجربة ليها تركيبة خاصة. فإذا غيرت شكل التركيبة دي فيمكنك تغيير التجربة كلها. لاحظ إيه اللي بتقوله لنفسك. بعض الناس مثلا بيقولوا أنا حاسس بضيق أو أنا تعبان. فإيه اللي أنت بتقوله لنفسك بالظبط؟ دلوقتي لاحظ أنت حاسس بإيه، ولاحظ الإحساس ده متركز فين في جسمك. هل هو في معدتك، في صدرك، في كتافك، ولا في راسك؟ الآن عندنا تركيبة كاملة
بتبين ازاي شعورك بالضيق متمثل في داخلك. طبعا التركيبه ممكن تختلف من شخص لاخر، مثلا ممكن يجي الصوت الاول يليه الاحساس وبعدين الصوره، او ممكن الاحساس يجي الاول ويليه الصوره وبعدين الصوت. الان لاحظ فين الصوره دي متركزه، يا ترى قدامك يمينك شمالك؟ اتخيل بقى ان الصوره دي بتبتعد بعيد عنك، وتخيل انها بتبعد اكتر واكتر. لاحظ بقى دلوقتي انت حاسس بايه. الان خد الصوت واستبدله بانا قوي، انا قوي. اخيرا خد نفس عميق، وانت بتخرج الهواء خرج مع كل الضغوط والعواطف السلبيه. الان استبدل الصوره، تخيل نفسك وانت حاسس بارتياح وسعاده، قول انا قوي وتنفس بعمق وارسم ابتسامه على وشك. ايه احساسك الان لما تغير تحركات جسمك وتعبيرات وجهك والتصورات الداخليه؟ يصبح في امكانك تغيير احساساتك في الحال. والان هدي لك وصفه قويه تساعدك على تغيير اي عواطف سلبيه وتجعلك تشعر بارتياح وسعاده. داون احساس سلبي بيأثر عليك الان، داون ليه انت عندك الاحساس ده؟ امسك الورقه دي وقطعها وارميها بعيد. داون احساس ايجابي تحب تشعر بيه، تخيل نفسك باحساسك الجديد، غمض عينيك، لاحظ ايه اول شيء يخطر على بالك لما تفكر في الاحساس ده. هل هو شيء بتشوفه ولا بتسمعه ولا بتشعر بيه؟ لاحظ ايه تاني شيء وايه تالت شيء. غير في الصوره، قرب منها وكبرها وادخل فيها. الان غير في الصوت، خليه اعلى واقوى. غير تحركات جسمك، ارفع راسك لفوق، افرد كتافك وتنفس بقوه، قول انا قوي 5 مرات، انا قوي انا قوي. ارسم ابتسام على وجهك. ها ايه احساسك دلوقتي؟ والان تعال نروح ابعد ونتعمق اكتر في طريقنا الى السياده على الذات، لاكتشاف ازاي نتحكم في مخاوفنا وازاي نتخلص من اي خوف ممكن يكون ملازمنا طول حياتنا. اولا لازم تفهم ان الخوف المرضي اللي معناه بالانجليزي فوبيا هو خوف غير منطقي، والاعتقاد العميق بانه حقيقه عند الشخص المصاب به لا يعني انه حقيقه بالنسبه لكل الناس. خليني اسالك سؤال، هل تعتقد ان كل انسان عنده خوف من الطيارات؟ طبعا لا. طيب بالنسبه للاماكن العاليه والخوف من الحيوانات والحشرات والاماكن المغلقه او اي خوف مرضي تاني، هل تعتقد ان كل الناس بتشعر بالخوف ده؟ بالطبع لا، صح. ولكن الشخص اللي بيعاني من خوف مرضي زي كده، الخوف بالنسبه له حقيقه بسبب حاجه حصلت له في الماضي، وبناء على كده يبقى مش انت النهارده بخبراتك وتجاربك وسنك اللي عنده الخوف ده، ولكن انت كشخص في الماضي هو اللي عنده الخوف ده وفضل عندك ملازم لذاتك طول السنين دي. ما تعتقدش بقى ان الوقت حان عشان نتخلص من اي خوف ونتمتع بحياتنا بدون اي قيود؟ افتكر دايما انك لو غيرت تركيبه اي خوف وتغير معانيه تقدر تغيره وتتخلص منه.